السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام والعناوين الأبرز اللي نتابعها. شهدت العلوم السياسية بكافة أشكالها تطورات متتابعة وتثقيف للمجتمعات بكيفية التعامل مع السياسات الخارجية، خصوصا بعد ما عانى البلد انغلاق كبير في النظام السابق وعدم اطلاع على المجتمعات الأخرى. لذلك دأبت جامعة بغداد على تطوير منهجية العلوم السياسية بعقد مؤتمرها الثاني اللي تناول البحث بواقع العلوم السياسية في العراق والعالم العربي، حيث شارك فيها شخصيات كبيرة من داخل البلد وخارج البلد، بهدف أو يهدف المؤتمر إلى مواجهة ما يحدث في الدول المتقدمة والجامعات المتطورة لتكون مناهج كليات العلوم السياسية بالجامعات العراقية قريبة من المناهج الدولية، بالتالي راح ينعكس إيجابا على المؤسسة التعليمية والارتقاء بواقعها. مشاهدي، في ملفنا الثاني من حصاد هذه الليلة وبعد فترة هدوء نسبي، عاد التوتر الأمني مجددا في العراق بهجومين في كركوك وديالة خلال اليومين الماضيين على التتابع. طبعا هاي مؤشرات خطرة على تنامي الخلايا النائمة اللي ما زالت تتحرك بأريحية ملفتة في مناطق مثلث الموت. وأمام هذا الخطر اللي تشكل هاي العصابات الإرهابية، فإن الضرورة تستلزم تكثيف ومراجعة الخطط الأمنية وتوسيع رقعة العمليات الاستخبارية والعسكرية ضد أوكار التنظيم وخلاياه في المناطق اللي تتواجد بيها تلك الفلول، واللي رسمتها القيادة العامة للقوات المسلحة أثناء اجتماعها بالمجلس الوزاري للأمن الوطني. فهاي المناطق الداكنة في صورة المشهد الأمني تحتاج إلى وقفات طويلة ونوعية تبعد العراق عن مربعات أمنية سابقة وخرق استراتيجي غير واقعي في ظل معادلات ومناسيب قوى محسومة. إذا المشاهدين الأحبة، تفضلوا بقاء ويانا ومتابعتنا في هذه الحلقة حتى نناقش هذه المحاور المهمة مع ضيوفنا الكرام. الحضور الكبير والمهيب خلال اليوم ويوم أمس بمؤتمر جامعة بغداد اللي ناقش واقع العلوم السياسية أشاد به أصحاب الاختصاص لما لهكذا مؤتمرات من آثار كبيرة بالتثقيف والاطلاع بما تحتويه العلوم السياسية بكافة أقسامها، وكذلك بالنسبة للمنهجية اللي تتعامل بها الجامعات العراقية. طبعا الانفتاح على العالم الخارجي إلى مردودات إيجابية تسهم بارتقاء الواقع المنهجي وواقع الجامعات. خلونا نتابع التقرير اللي عادة أن الزميل نهى الشمري، وبعدين نفتح محاور الحديث مع ضيوفنا الكرام اللي شاركوا بالمؤتمر. بمشاركة أكثر من 30 باحثاً تباينت جنسياتهم بين الدولي والمحلي لكبار الباحثين في مجال العلوم السياسية، عقدت جامعة بغداد مؤتمرها الثاني الموسوم التطورات المنهجية والمعرفية في العلوم السياسية، برعاية من قبل النائب الأول للبرلمان محسن المندلاوي، الذي دعا في كلمته إلى التركيز على القضايا العلمية والاجتماعية لمعالجة الأزمات والتحديات التي يمر بها البلد. فالعلوم السياسية شهدت تطوراً كبيراً على مر التاريخ، حين ابتدأت بالتدريس التقليدي في بعض الدول حتى واكبت الأحداث والمتغيرات، فتم تأسيس المدارس الخاصة بهذا الشأن وحلحلة الإشكالات آنذاك. أما المؤتمر المنعقد فقد حرص على الإجابة للكثير من الإشكاليات التي تعتري التخصصات المتعلقة بالمنهجية ومواكبة ما يحدث في الدول المتقدمة والجامعات المتطورة للوصول إلى مستوى المناهج الدراسية وتنعكس إيجاباً على المؤسسة التعليمية. وبالوقت الذي واجهت العلوم السياسية قيوداً في زمن النظام السابق وحرمان البلد من الاستفادة منها لتطوير المجتمع، بالتالي الانفتاح على السياسات الخارجية في البلدان المتطورة والتعاون في خدمة حقل العلوم السياسية ومعرفة التعامل معها يسهم بإيجاد البدائل لمعالجة هذه المقيدات وأوجه القصور للعبور إلى فضاء التطور في إيجاد المنهجيات الصحيحة. نهى الشمري، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، أرحب بضيفي الكريمين الدكتور علي الجبوري أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد، والدكتور طارق الزبيدي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، اللذين حضرا المؤتمر على مدى يومين. أهلا بكم ضيوف الكرام، ضيوفنا أعزاء. دكتور علي، أبدأ مع حضرتك. يعني في الواقع العراقي نستارد من الصين من الأبرة للسيارة،
ونستارد العمالة الأجنبية وكل شيء أجنبي من الممكن استثماره، لكن هل من الممكن أن نستارد سياسي من الخارج يجي يعني يكون هو سياسي عراقي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تحية لك أستاذ أحمد، لك كل التحية مشاهدي قناة الأيام، تحية أيضا لزميلنا وأخونا الدكتور طارق اللي حضر معنا في هذا الحوار. يعني سؤال جميل أستاذ ومدخل جميل للحوار. بالتأكيد يعني هذا الموضوع لا يمكن أن نحصل عليه، السبيل الوحيد هو من خلال إعداد يعني دارسي العلوم السياسية في هذا المجال في الجانب الأكاديمي، تحصينهم بالجانب الأكاديمي ويعني تقديم كل ما يتعلق بالعلوم الحديثة في هذا المجال، إضافة إلى اعتبارات أخرى قد تساهم في عملية خلق من يعمل، لأن هنالك فرق بين من دارسي السياسة ومن يعمل بالسياسة. نعم. على كل احنا لهذا هو يعني احد جوانب الاهتمام او اهداف المؤتمر اللي نحن اليوم بصدد الحوار حوله، هو في هذا المجال وكيفية اعداد نشئ عراقي يتسلح بهذه العلوم وبهذه ما وصلت الى التقدم العلمي في مجال دراسة العلوم السياسية في هذا المجال. حقيقة يعني المؤتمر هو يعني محاولة لعملية مواكبة التطورات اللي شهدتها التقدم بالجانب المنهجي في دراسة العلوم السياسية. احنا من دكتور طارق يدري العلوم السياسية كل كاختصاص بدأ في جامعة بغداد عام 1959، وكان قسم ملحق بكلية الآداب، ثم ملحق أيضا قسم بكلية القانون تحت اسم كلية القانون والسياسة، إلى أن في منتصف ثمانينات القرن الماضي استقلت الكلية باسم كلية العلوم السياسية. هذا التطور التاريخي مشهد إلى جانب تطور بنفس المستوى يواكب التطورات، خصوصا في يعني في العقد الأخير من القرن الماضي والألفية الجديدة اللي هي مرحلة التحولات الكبيرة والكسر لكل المعطيات التقليدية بما فيها فيما يتعلق بعملية التدريس لكل الاختصاصات ومنها بالعلوم السياسية. فكان مسار بحث المؤتمر والمؤتمرين اللي هم مثل ما قال الأخت في التقرير من داخل العراق ومن خارجه، كانت هو بصوب كيفية مواكبة هذا التطور اللي شهدته عملية تدريس العلوم السياسية كعلم، وامداده بالباحث العراقي والأستاذ اللي يدرس هذه المادة بالتقنيات المتقدمة في عملية تدريس العلوم السياسية، سيما في ظل الثورة الجديدة في الاتصالات وفي التقدم التقني في كل المجالات. نعم. طيب دكتور طارق، وجد الترحاب بحضرتك. يتفضل الدكتور الجبوري بهذه الإثراءات، ونتحدث أيضا عن المجال المعرفي وتطبيقات العملية في الواقع، يعني النظرة العامة عن كل العلوم أو الإنسانية أو العلوم الصرفة بأنه الرسائل الأطاريح يأكلها التراب بأدراج المكتبات، وماكو فد يعني مجال إمبريقي أو تجريبي تطبيق واقعي على أرض الواقع. ما أعرف هذا المؤتمر إلى أي مدى وضع النقاط على الحروف في خصوص هذه الجزئية. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ أحمد ومشاهديكم الكرام والأخ العزيز دكتور علي. فيما يتعلق بموضوع الفرق ما بين التنظير والتطبيق، هذا يشمل جميع المناهج وجميع الاختصاصات. ولذلك نجد الكثير من الاختصاصات تحاول أن يعني تقلل الفجوة ما بين التنظيرات والتطبيق على أرض الواقع. فيما يتعلق بهذا المؤتمر، أعتقد هو المؤتمر الثاني، المؤتمر الأول الذي هو حمل نفس العنوان ولكن هناك اختلاف، الذي جرى في كانون الأول من العام الماضي، كان موضوع يعني التطورات المنهجية للعلوم السياسية ولكن فيما يتعلق بمناهج العراق. هذا المؤتمر الثاني إضافة إلى مناهج العراق، إضافة لذلك مناهج في الدول العربية بشكل عام. أعتقد أنه بالرغم من جميع الاختصاصات تمر بمراحل تطور، ولكن هناك خصوصية للعلوم السياسية والعلم السياسي مثل ما يعرف الأستاذ القدير أخي الغالي دكتور علي، باعتبار أنه علم السياسة يتداخل مع اختصاصات متعددة. بمعنى عملية تطور علم السياسة ليس فقط يختص بعلم السياسة، بينما يختص بعلوم أخرى. علم السياسة يرتبط ارتباط وثيق بعلم القانون وعلم الاقتصاد والإعلام وكثير من الاختصاصات الأخرى الساندة.
لذلك نجد أن موضوع الاهتمام بهذا الموضوع مهم. وأعتقد موضوع المؤتمر سؤال حضرتك أعتقد هو فيه إيجابية تتعلق بثلاث نقاط. النقطة الأولى تتعلق بالعنوان والزمان والمكان. قدر تعلق الأمر بالعنوان، العنوان حمل في طياته المستقبل والدراسة الاستشرافية. هالمسألة جدا مهمة، بمعنى ما هو مستقبل هذه العلوم وكيف يمكن أن ننظر إلى المساحات التي ممكن أن نجد فيها تطور. ولذلك عملية المواكبة هي حالة مستقبلية. أما فيما يتعلق بالمكان هو في العراق، والعراق يعني يحتاج وجود معالجات سياسية كثيرة باعتبار يواجه العراق يواجه مشاكل فيما يتعلق بالأزمات السياسية. أعتقد الأزمات السياسية في العراق هي أكثر من جميع الأزمات الأخرى. فضلا عن ذلك قدر تعلق الأمر بالزمان. بالوقت الحاضر نحن على أعتاب حكومة جديدة تحتاج إلى وجود حلول حقيقية منطقية من اختصاص مهم. ولكن فيما سبق مثل ما تفضلت حضرتك، مع الأسف لدينا دراسات رصينة على مستوى البحوث، رسائل ماجستير، أطاريح دكتوراه، ولكن صانع القرار في بعض الأحيان لا يأخذ هذه الدراسات على محمل الجد. لذلك من خلال شاشتكم الكريمة ندعو جميع صناع القرار والمهتمين بهذا الشأن أن يتابعوا أرشيف المكتبة وكذلك الدراسات الجديدة في هذا الشأن. دكتور علي، يعني هسه مرة أكو تقصير أكاديمي بأن لا تنزل هذه البحوث رسائل والأطاريح إلى أرض الواقع أو لا تحاكي الواقع أساسا، ومرة أخرى أكو نظرية اتصالية عندنا تدفق الاتصال على مرحلتين توضح أنه قائد الرأي إلى دور المهم في ربط ما تصدره السلطة من قرارات وما يريده الشعب، فهو بالتالي يشتغل على خطين، يوضح ما تريد السلطة ويوصل ما يريد الشعب. هنا نتحدث عن شعار لا رأي لمن لا يطاع. قائد الرأي أين تضع أهميته؟ وإذا كان لا يؤخذ بما يدلي به من نصائح وأرشادات في الجانب السياسي تحديدا. يعني أتفق معك سيد أحمد، هاي مقاربة يفترض أن تكون فيها توازن كبير جدا، وإذا ما رجحنا الغلبة لصالح قائد الرأي اللي هو يفترض أن يكون هو اللي على مساس يعني مباشر مع حركة المجتمع وما على ذلك، وهذا ما حصل بالدول كلها اللي تقدمت اعتمدت بشكل يعني واضح من خلال عملية يعني التواصل مع مجلسات في داخل المجتمع كل حسب اختصاصه والاستجابة إليه. وهذا إحنا حتى عدنا بالبحث بالعلوم السياسية هاي النظرية أو الثلاثية اللي هي الانبوت والاوتبوت والاستجابة العكسية، يعني المدخلات ومخرجات والتغذية العكسية. هذه المعادلة إذا ما اكتملت سنكون أمام النتائج إيجابية. اللي يحصل عندنا مثل ما تفضل قبل قليل دكتور طارق أنه هنالك هو أو يا ربما فجوة بين ما يدرس بالجانب الأكاديمي ومخرجاته وبين اللي يفترض أن تكون يعني التوظيف له أو الاستفادة منه. الدولة تنفق يعني إنفاق هائل بالمباني وبالأساتذة، بالإنفاق عليهم وعلى رواتب وأيضا يعني مستلزمات تتعلق يعني العملية التعليمية. يفترض هذا الانفاق يفترض ان يكون مخرجات او ناتج مثل يعني مثل الزراعه ومثل الصناعه. لكن اللي يحصل مثل ما تفضلت حضرتك ايضا بالسؤال انه الان المخرجات هي عندنا الان طلاب بالماجستير وبالدكتوراه، اذا استبعدنا جانب البكالوريوس يقدمون دراسات شتى في مجال الفكر السياسي وبالعلاقات الدوليه وبالنظم السياسيه، وقسم منها مشاكل تتعلق بالعراق وفيها حلول وبها توصيات. مع ذلك صانع القرار أو مؤسسات الدولة مع شديد الأسف ما تكون أما هي تبعد نفسها أو تحاول أن تهمش الأكاديمي أو المخرجات الأكاديمي لأسباب يعني مع شديد الأسف. وإحنا لمسناها أنه الحقيقة خصوصا بالنسبة للوزارات حتى المؤسسات الحيوية يعتقدون بأن الأكاديمي سينافسهم في داخل هذه المؤسسات من خلال تقديمها لما يعني يقدح به عقله او ما يتوصل اليه من حلول او ما واستنتاجات او توصيات في هذا المجال، وبالتالي يكون هنالك عمليه عدم تفاعل. لذلك انا اقول الان ينبغي ان يكون هنالك عمليه تفعيل لهذا الجانب، وان تكون مؤسسات الدوله وخصوصا المؤسسات الحيويه، رئاسه الوزراء، رئاسه الجمهوريه،
رئاسة البرلمان ولم لا حتى مجلس القضاء فيما يتعلق بالكليات القانون وفي الجامعات العراقية، أن تكون هنالك عملية تفاعل وانسجام وتواصل فيما بينهم من أجل عملية أن لا تكون تضيع هذه الدراسات وأن تكون حبيسة للأدراج المكتبات يعني في الأقسام العلمية. نعم. طيب دكتور طارق، يعني وفقا لهذه المتطلبات اللي تقتضيها أو تحتاجها مؤسسات الدولة، خلينا نقارن هذا المؤتمر لما يعقد برعاية النائب الأول لرئيس مجلس النواب، بالتالي نسأل هل أن هذا الحضور والرعاية هي بروتوكولية أم أن هذا الحضور يكون ارتباطا فعليا حتى نستطيع أن نخرج بثمرة لما يكون هنالك تواصل مع مجلس النواب، هذا المطبخ السياسي اللي يحوي الكتل السياسية، كيفية التعشيق مع هذه المؤسسة الحيوية والمهمة، دورات تدريبية من قبل الأكاديميين للنواب الجدد، غيرها من هذه المسائل. ونشوف احنا عندنا بصراحة المؤسسات مكتملة، على سبيل المثال اكو دائرة عامة في مجلس النواب هي مختصة بالتدريب والتطوير، معهد التطوير النيابي. نشوف انه هل من الممكن ان تكون هنالك بروتوكولات او مذكرات تفاهم بين الجامعات، جامعة بغداد ومجلس النواب، حتى يكون هنالك تطبيقا واقعيا وفعليا؟ نعم، في حقيقة الامر هذا يعني هذا الدعم هو الدعم صحيح، ولكن يحتاج الى استمرار. الدعم وحده لا يكفي، يعني دعم المؤتمر وايجاده ورعاية هذا المؤتمر لا تكفي، تحتاج الى يعني امور اخرى ومستلزمات تتعلق بطبيعة استمرار التعاون مع مؤسسة الأكاديمية والمؤسسة التشريعية وهكذا. إضافة إلى ذلك، مجلس النواب لديه مركز البحوث، ولديه يعني إصدارات أيضا تصدر عن هذا المركز. أعتقد أن أهم نقطة مهمة في إطار هذا المؤتمر والمؤتمرات الأخرى أنها يجب أن تساهم في إيجاد حلول حقيقية للمواطن العراقي. بالوقت الحاضر أكبر مشكلة تواجه العراق في إطار العملية الديمقراطية هو موضوع الوعي السياسي. باعتبار دون وجود وعي سياسي ديمقراطي لا يمكن لنا أن نطور العمل الديمقراطي، ولذلك دائما ما أنا نقترح إيجاد منهج علمي يقوم على أساس تحت عنوان بناء الوعي السياسي. وهذا المنهج ليس بالضرورة أن يدرس في الدراسات العليا أو الأولية، وإنما ممكن أن يدرس في المراحل المتوسطة، و خريج العلوم السياسية ممكن أن يدرس هذا المنهج، باعتبار من خلال وجود هكذا منهج نستطيع أن نبني المواطن الصالح. عملية بناء المواطن الصالح نستطيع من خلالها أن نجد ناخب صالح، ناخب يستطيع أن يختار اختيار صحيح، يذهب إلى البرامج الانتخابية، ويكون إذا ما كانت بدايات الاختيار صحيحة سوف تكون مخرجات العملية الانتخابية صحيحة، وبالتالي سوف نساهم في عملية تقويم العملية الانتخابية. إذا ما بنينا مواطن صالح هذا يعني سوف نبني أيضا مرشحا صالحا، وإذا ما بنينا مرشحا صالحا سوف نستطيع أن نحقق الحكم الرشيد، بمعنى أن هذه سلسلة الإجراءات هي متكاملة مع بعضها وجميعها ترتبط بالمنهج وطبيعة هذا المنهج. المنهج الدراسي جدا مهم، بالرغم من البعض يعتقد أنه يعني ينظر للموضوع الدراسة وطبيعة المنهج وطبيعة المناهج أنها غير مؤثرة، على العكس من ذلك الدول الغربية تركز على موضوع التنشئة السياسية، التنشئة الاجتماعية، ودائما ما تركز على المناهج في الدراسات الأولية. أيضا محتاجين هذه التنشئة السياسية، يعني لاحظنا بأن مجلس النواب دخلت به دماء جديدة، أعمار صغيرة، قلل قانون الانتخابات، قلل عمر المرشحين. صحيح. فبالتالي هذه التنشئة السياسية والوعي السياسي يعني يجب أن يكون اشتغالاته صحيحة وواقعية، إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أيضا الابتعاد عن السلوك الانتخابي وعزوف الناخبين عن صناديق الاقتراع. دكتور طارق، كيف تنظر إليها بإيجاز؟ في الحقيقة هذا الموضوع جدا مهم فيما يتعلق بضرورة إيجاد أفكار جديدة لغرض أن تكون لدينا معالجات جديدة، باعتبار جميع المعالجات السابقة لطالما فشلت في إيجاد حلول حقيقية ناجحة. يفترض أن نجد أيضا نبحث عن وسائل جديدة ومستلزمات جديدة، وعملية وجود هكذا مؤتمرات أيضا قد أعتقد سوف تساهم في إيجاد حلول جديدة. نعم. دكتور علي، أيضا نتحدث عن جو العلوم السياسية، وهنالك مقاربات من العلوم المجاورة، علوم الاتصال، علم النفس، وبالتالي لما يكون مؤتمر، خلي شوي أشكر على حضرتك، لما يكون أكو مؤتمر خاص للعلوم السياسية، طيب علوم سياسية ويتكلمون بالعلوم السياسية، أين هذه العلوم المجاورة؟
كي يكون هنالك انتشار أكثر لهذا المؤتمر؟ يعني ممكن أجيبك من خلال البحوث أو الأوراق التي قدمت مثلا. نعم. يعني دكتور طارق يعني كان موجود ونوقش مثلا موضوع علم النفس السياسي، وكان هنالك بحث مقدم في كيف ومقترح ضمن التوصيات أنه يصار إلى تدريس مادة علم النفس السياسي على اعتبار الارتباط الوثيق بين علم النفس وبين العلوم السياسية، وكذلك فيما يتعلق بالاتصالات وثورة الاتصالات الحديثة ويعني وسيلة الإعلام الجديدة اللي يعني بدأت تكون لها شأن كبير في تحريك الرأي العام. يعني كان وسائل الإعلام التقليدية هي المقروءة والمسموعة والمرئية، يعني جريدة أو صحيفة أو الإذاعة أو يعني إذاعة أو شاشة تلفزيون. نعم. اليوم وسائل التواصل الاجتماعي دخلت كمنافس وبدت تأخذ يعني الجو من كل هذه وسائل الإعلام التقليدية. طيب. وبالتالي أيضا كان هنالك كيفية توظيف هذه المتغيرات الجديدة في هذا المجال. بالتأكيد هنالك العلاقة الوثيقة بين علم العلوم السياسية والعلوم الأخرى اللي هي الإعلام مثلا والقانون والاقتصاد، يعني في كل دول العالم الآن المتقدمة. حضروا المتخصصون بهذه المجالات؟ نعم. أم حضرت الأوراق البحثية المشيرة لهذه المجالات؟ يعني كمتخصصين يعني بيور لا، حتى ما نكون موضوعيين، لم يحضروا، لكن كان هنالك يعني إحساس بضرورة أن تكون هنالك مساحة لهذه العلوم. طيب. خصوصا فيما مثل ما وضحت لحضرتك المشاهد الكريم دكتور علي، لما أيضا في قضية مهمة بأن هذا المؤتمر ركز على الأدوات والآليات المستحدثة للتفكير الاستراتيجي في العلوم السياسية، يعني لدينا تفكير استراتيجي عندنا، أو حتى إذا وجد التفكير التطبيق الاستراتيجي والتخطيط الاستراتيجي في الدولة العراقية نمتلكه لو لازلنا أنه على الموازنة السنوية عيننا لمدة سنة؟ يعني أنا ابتداء كلامي وضحت لحضرتك أكو فرق بين دارسي العلوم السياسية وبين العاملين بها، وإحنا دائما نريد نطبقها للواقع ننزلها على يعني إحنا هذا أيضا يرتبط بتساؤلك الآخر اللي أوضحناه أنه عملية التواصل أو ردم الفجوة بين المؤسسات الدولة وبين المؤسسات الحيوية اللي معنية بدراستنا، يعني اللي هي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، السلطة القضائية، مؤسسات الدولة الأخرى الأمنية والاستخبارية، هذه كلها يفترض أن تكون على مساس أو على تواصل مع هذه. إحنا نقدم وصفات، نقدم لطلابنا الدراسة المنهجية لهذه المواضيع فيما يتعلق بالنظام السياسي، فيما يتعلق ب العلاقات الدولية وبالدبلوماسية وكثير من الأمور اللي هي تعتبر يعني مغذيات لصنع صانع قرار أو عامل في السياسة بشكل أو بآخر. تبقى عملية الاستفادة أو التوظيف هو هاي الحلقة المفقودة اللي يفترض أن يعني الجامعات حقيقة هي مسؤولة عن قسم منها، لكن المسؤولية الأكبر على الجهات المستفيدة. بل حتى يعني خلينا أزيها عزو نزوعي دكتور طارق، يعني الأستاذ والأكاديمي المتخصص في العلوم السياسية صحيح أن واجبه في داخل قاعة المحاضرة وقاعة الدرس لطلابه، ولكن هنالك مسؤولية مجتمعية وحكينا عن نظرية قائد الرأي، فبالتالي مجموع أساتيذ العلوم السياسية في الجامعات و النسبة اللي من عندهم تصدوا لهذا الميدان سواء في تقديم المشورة أو حتى الظهور الإعلامي والتصدي لهذه الملفات، وأحيانا قد يسبب حرج كبير، حرج وظيفي للنخبة اللي حضرتك منهم دكتور علي وكل الأساتذة المحترمين اللي كان لهم الدور البارز في إيصال ما يدور من أحداث إلى الرأي العام وكذلك تلخيصه إلى السلطة كي تعرف مساراتها الواقعية. في حقيقة الأمر الأستاذ الجامعي هو ليس حكرا على الطالب، يفترض هناك خدمة مجتمع. الأستاذ الجامعي يفترض أن يكون معطاء لجميع المجتمع وتكون له إسهامات حقيقية لخدمة المجتمع، ولذلك أعتقد أن العلوم السياسية بشكل عام هناك عدد كبير منهم لديه يعني خدمة واضحة للمجتمع على المستوى الإعلامي، على المستوى القانوني، على مستوى الاستشارات،
واعتقد انه الكثير من الاساتذه بداوا يواكبون التطورات، لا سيما عنوان المؤتمر التطورات المستقبليه. فيما سبق كنا ندرس علاقه علم السياسه بعلم القانون وعلم الاجتماع، بالوقت الحاضر بدانا ندرس وندرس طلبتنا الاعزاء على علاقه علم السياسه بالرياضه، وهذا تذكرون الحدث الاخير، علاقه علم السياسه بوسائل التواصل الاجتماعي ومستقبلها، علاقه علم السياسه بامور مستجده حقيقيه، مستقبل الدوله إذا كانت فيما سبق نتكلم عن دولة وطنية لها حدود، بدأ المستقبل يتحدث عن دولة افتراضية، أن العالم جميعه سوف يكون دولة افتراضية، مسائل كثيرة مستجدة يفترض أن يتم بحثها لكي يستفاد منه الطلبة ويستفاد منه المجتمع. وأتوقع أن الأستاذ الجامعي بالرغم من جميع الضغوط التي تمارس باعتبار نوع ضغوط المهنة وغيرها، ولكن يبقى أستاذ معطاء يحاول قدر المستطاع أن يوفق ما بين متطلبات الجامعة ومتطلبات المجتمع وكذلك متطلبات المنزل. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الدكتور طارق الزبيدي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، والشكر الكثير والموفور لحضرتك الدكتور علي الجبوري أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، أثرتم الحوار، ونتمنى أن تكون هذه المسارات مسارات واقعية كما كان لها قيمة أكاديمية. نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل، نتابع. حياكم الله مجددا مشاهدي الاحبه، ورحب بضيفي الكريم الدكتور هاشم الكندي رئيس مجموعه النبا للدراسات. حياك الله دكتور هاشم. دكتور، القائد العام للقوات المسلحه رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني لما يتراس اجتماع امني لمناقشه الاحداث الامنيه الاخيره والمستجدات في محافظات ديالى، كركوك، صلاح الدين، بالتالي الوضع الامني إلى أي مدى يؤثر في استقرار الوضع السياسي اللي مضت به حكومة الخدمات وقطعت به أشواط جيدة حسب المراقبين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لكم أستاذ أحمد وإلى مشاهديكم. من الطبيعي جدا أنه العمليات الإرهابية هي رسائل، وهذه الرسائل هي في أغلبها رسائل سياسية. الإرهاب دائما ما هو يحرك سياسيا. العمليات الإرهابية الأخيرة في أكثر من مكان بالتوالي وهي متكررة، وكان يراد منها جغرافيا زمانيا حتى طريقة العمليات الإرهابية إرسال هذه الرسائل بإعطاء انطباع بأن الملف الأمني قلق، الملف الأمني غير مستقر، وهذه لربما تسعى لها أطراف خارجية تريد أن تجعل صورة العراق غير آمنة، وهذا الأمر ينعكس على مستوى سمعة العراق، وأيضا ينعكس على مستوى قدرة العراق، وأيضا الاستقبال للاستثمارات وأيضا للتوجهات الاقتصادية الأخرى، وأيضا هي رسائل للضغط السياسي. بعض الأطراف تريد أن تضغط في هذه المجالات وتحدث ارباكات. الامر الاخر، عندما تتحرك الملفات الامنيه بهكذا مستوى هي تسحب جهدا كبيرا، سواء كان هذا جهدا بشريا او جهدا اقتصاديا. نعم. عن الخدمات، تعرفون اليوم لعله جهد كبير يذهب الى الخدمات، جهد بشري وجهد مالي. طيب، عندما تشغل بعض المناطق بالامور الامنيه أو يسمح للعصابات الإرهابية أن تنفذ هكذا عمليات، يراد منها أن تسحب جهدا أمنيا كبيرا، وهذا الأمر بالطبيعة يؤثر. بدل أن ننصرف إلى الخدمات نذهب إلى أن نجعل الأولوية، باعتبار الأمن هو الأولوية الأولى،
فيكون الأمر باستنزاف القدرات والطاقات على الجانب الأمني، وهذا لربما أيضا في مسعى لإضعاف جهود الحكومة، ولربما أيضا في إفشال عملها وإفشال جهودها التي بانت منذ الأشهر. يعني هذا المسعى شلون يجسد دكتور؟ يعني لما يراد من هذه الثغرات التي تحدث هنا وهناك ببيان أن الحكومة غير قادرة على حفظ الأمن، بطبيعة الحال بأن الأجهزة الأمنية أبلت بلاء حسنا في هذه الظروف، ولكن هل من المطلوب أن يكون هناك تركيزا أكثر على هذه المناطق، على هذه الجيوب؟ بصورة عامة النظرية الأوسع والأكبر والأكثر دقة في الأمن، أنه النجاح الأمني هو في وأد العمل الإرهابي قبل حدوثه، إفشال الأعمال الإرهابية قبل أن تحدث، أما أن تكون هنالك تحركات ما بعد الفعل الإرهابي فهذه متابعات أمنية. ولهذا كان الملاحظات التي صدرت وأيضا التوجيهات بضرورة أن تكون هنالك خطط وأن يكون هنالك تحركات وعمل بمقدار التحديات، وأيضا لابد أن تكون هذه الخطط لإفشال التحركات الإرهابية. لدينا قوات نعم نجحت هزمت الإرهاب، ولكن عدم تفعيل الجهد الاستخباري الذي هو الأهم في متابعة الإرهابيين خلاياهم النائمة أو الخلايا المتحركة المنفلتة، وأيضا ضرورة إشراك المواطنين بالأمن على اعتبار أنه هذه واحدة من الأساسيات في أي عمل أمني، هذه كلها لابد أن تتحقق، بالتالي نحقق أمنا استباقيا وأمنا راسخا ومستقرا، ولا نسمح لهكذا عمليات إرهابية أن تحدث. لربما هي من حيث الفعل الإرهابي ليست كبيرة بالمعنى العسكري والأمني، أنا أتحدث عن التضحيات كلها عزيزة وكبيرة، حتى لو كانت قطرة دماء واحدة، جريح واحد أو شهيد واحد، ولكن أنا أتحدث عن تصنيف هذه العمليات أمنيا وعسكريا، هي ليست عمليات كبيرة، ليست عمليات سيطرة على مناطق من قبل الإرهابيين أو أنهم يمسكون أرض، ولكن هذه العمليات تقلق، هذه العمليات تنطي انطباعات غير إيجابية، وأيضا هي تعطي حتى رسائل سلبية لمن يريد للأمن أن يستقر، ولربما تعطي رسائل مشجعة للإرهابيين. فبالتالي لابد من استحضارات وأيضا خطط تعد لي هكذا أمور، ولهذا الخطط موجودة دكتور، ولكن يصفها بعض الخبراء الأمنيين بأنها خطط ترابية وكلاسيكية. يعني تغيير التكتيكات العسكرية في هذا الوقت الحساس، هنالك منجز، المنجز يحارب، جيوب رخوة، بالتالي ما الذي من الممكن أن تقدمه الحكومة، الأجهزة الأمنية، القوات في الدفاع أو الداخلية المعنية بمكافحة الإرهاب، ما الذي من الممكن أن تقدمه من جهود حتى نستطيع أن نقول بأننا غيرنا استراتيجياتنا العسكرية؟ لعلي هذا الذي كنت أقول، أنه المطالبة بخطط تواجه التحديات، وأيضا خطط تكتشف خلد الخطوات. العمليات الأخيرة أغلبها كانت في مناطق مختلطة من حيث المكونات، وكان يراد بها أيضا ضرب هذه اللحمة والحالة الوحدة الوطنية التي ظهرت باتفاقات سياسية واضحة، وأيضا بأداء حكومي موحد. هذه أيضا لابد أن تكون في فكر وفي تخطيط وفي توجه القيادات الأمنية للتعامل لمسك هذه المناطق بطريقة، وأيضا بالتحرك الاستباقي بناء على معلومات لضرب الإرهابيين قبل تحركهم، وهذا كله يكون بخطط متجددة، خطط متطورة، خطط تراعي المتغيرات. مثلما الإرهابيون يغيرون في تكتيكاتهم، لابد أيضا أن تكون القوات الأمنية جاهزة في إعداد تكتيكات و أيضا استعدادات لكل الاحتمالات، وأن يكون لها الفعل السبق والبدء في التحرك نحو مهاجمة الإرهابيين في أوكارهم قبل تحركهم. دعني دكتور أن أرحب بضيفي الكريم الدكتور أحمد الشريفي الخبير الأمني، أنضم معي ضيفا كريما في الاستوديو، حياك الله دكتور، أهلا ومرحبا بك. نتحدث عن العمليات العسكرية ولقاء القائد العام للقوات المسلحة بالقيادات العليا والمتقدمة،
على الرغم من العمليات الأمنية الواسعة اللي شنتها القوات العراقية، لكن ما زالت منطقة مثلث الموت التي تعرف بهذا الاسم، هي حدود صلاح الدين، ديالى، كركوك، منطقة ملتهبة أمنيا، تارة استهداف عسكري وتارة مدنيين عزل. طيب هذه الخروقات كيف من الممكن أن يوضع لها حد ونهايتها نهاية جذرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. للحديث عن معالجة جذرية وشاملة للتنظيم هذا أمر مستبعد، لسبب أنه لا زالت الصراعات الإقليمية والدولية تلقي بظلالها على الواقع الأمني والعسكري في العراق، فضلا عن التداخل بين الملف السياسي وبين الملف الأمني. وإحنا من حيث التقييم عندنا خاصرة رخوة التي هي تمثل خط تماس من الحدود السورية والحدود التركية وصولا إلى ديالى، هذه بحدود 500 كيلو. الجغرافيا العسكرية فيها تتخادم مع فلسفة التنظيم الذي يعتمد أسلوب الجماعات الجوالة والتي تتموضع في المناطق الجبلية والتي يستعصي فيها الرصد والاستمكان لقطعاتنا، ثم تتحرك باتجاه تكتيك تعتمده في إدارة معركتها هو الكمائن والإغارة. وهذا ما حصل كنماذج إذا أردنا أن نستعير من الميدان، ما حصل بين كركوك وبين ديالى، استهداف لخط نشاط عسكري ولآلية عسكرية وجهد أمني، في حين في ديالى استهدفوا طريقا مدنيا واستهدفوا مدنيين. فمعنى ذلك أن هناك تكتيك جديد وفلسفة جديدة يعتمدها التنظيم لا زال كتقييم يشكل تهديد، وتهديد يجب أن ينظر إليه ليس تهديدا آنيا وإنما تهديدا مستحكما سيتفاقم كاستحقاقات للمرحلة القادمة. عام 2023 يجب أن نضع أمام السيد القائد العام للقوات المسلحة أنه هو عام التحدي وعام التهديد المباشر لإقليم كردستان. وإحنا نلاحظ الآن أكو نشاطات مشبوهة، هذه النشاطات لا زالت غير مقروءة عسكريا، والدليل حتى لم ترتقي إلى مستوى التحذير أن هناك أربعة طرق نيسمية أنشأتها تركيا وترغب بتعزيزها بثلاثة طرق أخرى. واحدة من هذه الطرق يتجه باتجاه الزاب الكبير ويتجه باتجاه الحويجة، وإذا أخذنا بنظر الاعتبار الزاب الكبير نجده مانعا طبيعيا يفصل بين أربيل كعائق طبيعي وبين نينوى. فإذا نحن أمام استحقاقات ذات بعد سياسي وذات بعد أمني وعسكري يجب أن نأخذها بنظر الاعتبار، لا فقط أن نعطي توجيهات هي توجيهات مجترة من التجربة السابقة أن نفعل الجهد الاستخباري. ولكن عندما أقف عند الجهد الاستخباري، أي جهد الاستخباري؟ الجهد الاستخباري البشري البصري، لأنه في بعض الأحيان يطيرون طيارينا ولكن يعتمدون أسلوب الاستطلاع الجوي البصري، وهذا غير مجدي. لابد أن يكون هناك استطلاع الكتروني. كيف أؤمن مستلزمات الاستطلاع الإلكتروني لا زالت بنسب محدودة جدا لا تؤمن قدرة الردع المطلوبة لمواجهة مثل هكذا تحدي. دكتور هاشم، يشير الدكتور الشريفي إلى إرجاع هذه القضية الأمنية إلى المأزق السياسي، واتفقت حضرتك أيضا في إجابة سابقة مع هذه الرؤية، ولكن هنا لما نتحدث عن هذه الجزئية، حكومة المركز وحكومة الإقليم، رغم كل التفاوت على الملفات العالقة، هل راح نضيف هذا الملف كقيمة مضافة إلى ملف الملفات العالقة السابقة بين المركز والإقليم، باعتبار أن ضبط إيقاع الأمن يجب أن يكون هنالك باتفاق الطرفين؟ إذا كان الحديث صريحا ومباشرا بالتأكيد. لم تكن هنالك حالة من التعاون الكامل ما بين الإقليم والحكومات الاتحادية السابقة بشكل كامل، بل ربما كان في بعض الأحيان كان هنالك تقاطع، حتى في مسألة المعلومات لم يكن هنالك تبادل كبير على مستوى. لا زالت القوات الأمنية في الإقليم تعتبر نفسها قوات منفصلة باستقلالية كاملة، هي تؤدي أداء كونفدراليا وليس أداء فدراليا، وأيضا السلطة العسكرية يعني القائد العام ووزير الدفاع ووزير الداخلية ليس له قرار أو ليس له سلطة بما يتعلق
الإجراءات الإقليم الأمنية. بالتالي هنالك أيضا هذه الثغرات التي هي مشتركة ما بين المناطق التي هي تحت نفوذ الإقليم والمناطق التي هي تحت سلطة الحكومة الاتحادية. هذه دائما ما تشهد هذه الخروقات لهذه التقاطعات، وبالتالي لابد أن يكون هنالك وضوح في العلاقة، وأيضا لابد أن تكون هنالك مركزية في العمل الأمني في إصدار القرارات والخطط، وأيضا بما يتعلق بتمكين القوات الأمنية بالأجهزة الحديثة التي تحارب بها الجماعات الإرهابية. لا يمكن أن نبقى بآليات وعدة وطرق وخطط لربما هي تعد منتهية منذ عقود. الخطأ لربما المتراكم في الحكومات السابقة أنها لم تسعى إلى تسليح القوات الأمنية بما يتوفر من قدرات عسكرية تقنية إلكترونية على مستوى عالي جدا بشتى الذرائع، إذا كان احتكار أو ضغط من طرف الأمريكان بحوادية التسليح. هذا ليس عذرا على الحكومة أن تذهب إلى تعزيز قدرة القوات الأمنية بتنوع مصادر التسليح. هذا الأمر يتعلق بالأمن، والأمن هو الشيء الأساس. إذا بقي الأمن، إذا حافظنا على الأمن، حافظنا على كل شيء. إذا ذهب الأمن لا يبقى شيء بعد الأمن. هذا لابد أن يكون معمولا به. حتى مسائل التسليح كنا في فترات سابقة نجد أنه شخصيات سياسية وقيادية في الإقليم اعترضت على تسليح الجيش العراقي، وحتى أطراف سياسية بالمناسبة ليس لها علاقة تدخلت في مسائل التسليح وعرقل تسليح الجيش العراقي، ولربما نتائجه وانعكاساته يعني بهذا الأداء. حتى هذه الشفافية دكتور أحمد في قضية التسليح لربما هي تعطي معلومات وإشارات لداعش وغيره من العدو، ويأخذ فكرة عن هذه الإمكانيات ويعرف من مقابله وكيف يفكر. ولكن خلينا نأتي إلى بنية هذا التنظيم. يعني لافت للنظر بأنه الجماعات أو الهجمات الأخيرة أنها أتت بعد مقتل زعيم داعش أبو الحسن الهاشمي القرشي منتصف الشهر الجاري، وهذا أيضا يفتح الباب أمامنا للتساؤل، هل أن هذه الهجمات من الممكن أن تكون ردة فعل لداعش على مقتل زعيمها؟ بالحقيقة هناك تغيير في تكتيك إدارة المعركة بالنسبة للتنظيم، ولكن من حيث البعد الاستراتيجي لازال التنظيم فاعل ومؤثر، سواء كان في تهديد العسكري المباشر أو غير المباشر عبر هذه العمليات الأمنية. ولكن دعني أؤكد على حقيقة مؤداها، أن التنظيم في هذه الفترة يركز على مسألة الإغارة والكمائن واستثمار الثغرات نعم الموجودة. الخلاف في إقليم كردستان أثر بشكل مباشر بين الحزبين الكرديين، أثر بشكل مباشر على حسن أداء البيشمركة والأسايش، فضلا عن عدم دقة ووضوح العلاقة بين السلطات الاتحادية والإقليم. هذه مسألة تحديد الحدود، هناك حدود وطنية وهناك حدود إدارية. الحدود الإدارية تربك بشكل كبير جدا مسألة توزيع القطعات وانتشارها، وبالتالي وجود هذه الثغرات يعطي مرونة للتنظيم. ولكن الخلل الأكبر هو في إمكانية العزل الحدودي والعزل لمنظومة القيادة والسيطرة. هل تعلم أن منظومة القيادة والسيطرة التي البعض منها في السجون العراقية لا زال يصدر توجيهات، واليوم احنا نرصد نشاط لتنظيم بين السليمانية وصولا إلى ديالي يتلقى تعليمات من مركز قرار بسجون وهو في الميدان؟ فإذا عدم إمكانية العزل لمنظومة القيادة والسيطرة غير متحقق. القطع التام للحدود بحيث يؤمنون موارد بشرية وقدرات تسليحية أيضا ممكن، ومعنى ذلك أنه إحنا لازلنا في دائرة الخطر، وأن نحدث حساباتنا على أساس الواقع اللي إحنا دنمر به. أيضا إضافة لذلك عفوا دكتور أحمد، يعني تتم أنه يدار من داخل السجون، ولكن أيضا في حربنا مع داعش كانت هنالك جبهة وخط صد، ولكن اليوم يعني داعش يستخدم حرب بلا جبهة وعدو مجهول. أحسنت، حربا سرية، وبما أنه حرب سرية فليذهب الجهد الاستخباري إلى تأكيد هذه المعلومة. كيف تؤمن مصادر اتصال؟
بينما هي قيادات تحت سلطة الدولة وبين هذه الجماعات التي تعد جماعات جوالة في الميدان. ثم هل جرى تعزيزهم بقدرات وموارد بشرية جديدة؟ الجواب نعم. هذه القدرات والموارد البشرية نستهين بها أم لا؟ لأنه احنا على سبيل المثال واحدة من الآن الأساليب التي تستخدم في الغش والتمويه والاختفاء أنه هذه المظلة التي هي مظلة بلاستيكية، طبعا السوق السوداء الآن مفتوح وفيه في ثورة التقنية إنتاج لكثير من الوسائل العسكرية والتسليحية باتت متاحة للجماعات الإرهابية، لا سيما أنها تقف خلف دول وليس فقط جماعات. على سبيل المثال مظلة أن استطاع أن يستظل بها في منطقة جبلية فمعنى ذلك سيكون بمنأى عن الرصد والاستمكان البشري، نظريا ما ممكن لأنها تتكيف وطبيعة الأرض. الأبعد من ذلك أنه حتى إذا استطلعت إلكترونيا فالاستطلاع الكهروبصري أو الليزري أو الاستطلاع الراداري يعجز، لأن هذه بها لداء معينة قادرة على أن تشوش على هذا الاستطلاع. فإذا أنت أمام تطور في القدرات التسليحية وفي مرونة جماعات الجوالة أمام حالة سكون وعدم تطوير للأسلوب التكتيكي في إدارة العمليات والإبقاء على الأسلوب التقليدي. الأسلوب التقليدي لا ينجح في الحروب غير التقليدية في المواجهة والاشتباك. شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور أحمد الشريف الخبير الأمني أثريت الحوار في هذا الملف، والشكر كثير لجنابك الدكتور هاشم الكندي رئيس مجموعة النبأ للدراسات. مرة أخرى شكرا لكم ضيوف الكرام، وشكر موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة. في أمان الله.